إلى شرق البلاد، حيث قتل جندي أوكراني وأصيب اثنان آخران بجروح في منطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقليم الدنباس. موقع الجيش الأوكراني تعرضت خلال 24 ساعة الأخيرة إلى قصف 3 مرات. وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أن المسلحين الموالي لروسيا استخدموا مدافع الهاون وقاذفات القنابل اليدوية في الهجوم على قواعد الجيش الأوكراني بالقرب من قرية بيسكي. وفي المواقع القريبة من بحر أزوف، هجم المسلحون باستخدام مدافع الهاون أيضا القوات الأوكرانية في كل من ليبيدينسكي وفاديان. نتيجة لقصف بمدافع الهاون أصيب جنديان أوكرانيان، تم نقلهم فورا إلى المؤسسات الطبية العسكرية حيث تم تزويدهم بالمساعدة اللازمة. يعمل الأطباء على تقييم حالتهم. لسوء الحظ لدينا خسائر، فبالأمس في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر ونتيجة لقصف بالأسلحة الخفيفة في منطقة فاديان، توفي جندي عسكري أوكراني من مواليد 1995.